الو، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك سني ولا شيعي؟ شيعي. طيب، عندنا آية في سورة التحريم تقول إن تتوب إلى الله، إلى آخر الآية، فقلتم أنها فيها وعيد وتهديد للسيدة عائشة بالأخص كمان، وعلى عائشة أنها تتوب وأنها لم تتب. فإن لم تتب عائشة، فلماذا الله عز وجل لم ينفذ هذا الوعيد والتهديد؟ حتى وان كان يوم القيامه ينفذ الله عز وجل، ولكن سؤالي لماذا تقول ان عائشه صديقه؟ من اين تاتون بهذا الدليل؟ واحده اجيب لك الدليل. انتم تقولون معلش معلش اجيب لك الدليل. بص، الدليل اسهل من شربه الماء. اجيب لك الدليل. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها النبي قل للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصادق أم لا؟ هاي الآية أجنبية عما في نحن في الموضوع. يا أستاذ، الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مع الصادقين، فهل كان مع صادق أم لا؟ هاي الآية على المؤمنين الناس مو على النبي. يا أستاذ، زي النبي يعني إيه؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني النبي بلغ المؤمنين شيء ويعمل خلافه. تذكر الشيخ حسن. يا أستاذ، عن عيد تاني. أنت ما جاوبت. الله عز وجل يقول، ما هو جاوبتك بآية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أبو الأنبياء، أبو المؤمنين؟ أخي هاي الآية أجنبية عما نحن فيه. الآية نازلة في حق النبي طالب سلام الله عليه. ويا الذين آمنوا. يا أستاذ ما تقول لي نازلة. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله، اسمعني. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كن مع الصادقين، اتق الله وكن مع الصادقين. وكلمة الصادقين دي جمع. اسمعني بقى يا عم اسمعني. خلاص الافحام، بص الافحام خلاص تم ولله الحمد والمنه. اللي احنا هنعمله بقى او اللي انت هتعمله ده شويه ترقيعات، فاحنا هنتكلم لسه في الترقيعات. الله عز وجل يقول هنا كلمه الصادقين، كلمه جمع ولا مفرد؟ كلمه جمع ولا مفرد؟ صادق جمع. تمام، الحمد لله قوي، يعني مش واحد بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم مامور ان يكون مع الصادقين، فهو كان مع امراه كاذبه ام كان مع امراه صادقه؟ يعني انت شنو الايه فسرت يعني على عائشه في الطبق؟ شكرا لك يا حبيبي، شكرا لك. تعال في حته ثانيه.